السلام عليكم، جبت لكم في فيديو جديد ديال الطرز بالإبرة الشرقية. عندنا هذه هي الإبرة، الثمن ديالها على حساب المدن. احنا عندنا تدير 80 درهم هي هذه. دابا نوريكم الطريقة كيفاش تركبوا الخيط. عندنا هذا هو السبيب اللي تيكون معاها بحال هكا، هنا متني ومن هنا على جوج. نجيبوا الإبرة ديالنا بحال هكا وغادي ندخلوا الجهة المتنية. أنا عندي السلك شوية متني، غنحل هاد العيبة هادي ونعاود ندخل. غنفتح هاد العيبة الراس ديالها وغنجيب الخيط ديالي وغندخلو بحال هكا وغادي نجر السبيل من عند الراس. نعاود ندخلو من هاد العوينة الفوقاني. الخيط المبروم هو هذا، شيكون على شعره في البوبينه. انا شديته وسديته على 4 ديال الخيوط. ملي تكوني تخدمي حاولي تسرسي الخيط حداك باش ما يتكرفش وما يبقاش يضرب لك في الثوب. نبداو على بركه الله. جري الخيط واحد شويه وتبعي لاطراس، ديري غرزه خفيفه وديما الابره ثم غادي الفتحه ديالها هي اللي تكون غاديه لقدام بحال هكا. انا تنخدم على الثوب ديال الكريب. الثوب ديال الكريب بالحكم عليه بانه تيتيري، ما خاصناش نجبدوه في المرمه بزاف باش الرشمه ديالنا ما تتمش غادي وتكبر ونبقاو غاديين نعمرو، وفي الاخير ملي نطلقوا المرمه ديالنا اتبرم لنا داكشي اللي خدمنا. عفوا. بعد ما نوصلوا للاخير نقلبوا البره ديالنا هكا كما تشوفوا وانتم غاديين. حاولي تاخدي البره اللي ما تكونش مدمره مع عند الراس ديالها باش ما تشنتفش لك الثوب. الكريب اي حاجه قاصتو تشنتفو. ديما الحرير حداك خاصو يكون مسروس باش ما تطلعش لك الخدمه لفوق. تنتمو غادي بحال هكا، ما نكبروش الغرزه، ديما تكون غرزه صغيره باش داك الشيء من التحت يجي عامر ومقاد في الطول، ما يبقاش ملي تجي تمقصي ما يبقاوش يبانوا لك الفراغات كاينين. يعني فين ما وصلتي تتقلبي البره تبقاي غادي على ريتم واحد. ديما الفتحه ديال البره تكون لقدام والخيط للور. ما تهزيش البره الفوق بزاف باش ما يخرجش لك الخيط ويدير لك يبقى من فوق لك الفوق. هنايا في الخدمه
وعلى حساب الرشيم راه تنرشمو على ظهر الثوب باش تخرج لنا الخدمه في البره ديال الثوب على وجهه، تنرشمو على ظهره. بزاف ديال الاخوات غلطوا ورشمو على وجه الثوب. انا خدمت الكريب بالحرير المبروم، خديت في الاول الحرير ديال القصبه، جاني خفيف على الكريب، مبغاش يخدم ليا، مبغاش يشد الغرزه كاع اصلا، بدلت البراوات والو. عاد مني خدمت بالحرير المبروم عاد شد في الثوب، والحرير المبروم تجي فيه واحد اللمعه ملي تيتقطع تجي زوينه. الحرير تيخدم المليفه، وكاين بعض الاخوات تيقول لك الحرير تيخدم لهم في الكريب، يعني هادشي راه عالم. و حتى بغيتي تخدمي بالصوفه الرقيقه حتى هي تجي زوينه، الصوفه الرقيقه على شعره اللي فيها البريو حتى هي خدموا بها البنات تجي زوينه. المهم نتوما اللي يريحكم خدموا به. عفوا، سطر على سطر، ما تخليوش الفراغ ما بين سطر وسطر، ولا تخليو سطر خاوي وسطر الاخر يجي عامر، خاصو يجي سطر على سطر بحال تتخيطي من الماكينه. والحرير ديما يكون محطوط من القصبه ولا الجراره حداك، يكون مسروس يعني محطوط حداك باش يكون خفيف في الجره ديال الابره. واللي باغا تعلم كمبتدئه تاخذ لها غير البره ديال 10 دراهم تعلم بها، تيخدموا بها الناس الاغلبيه. هاد البره هادي فيها واحد الميزه، شنو هي الميزه اللي فيها؟ فيها هاد العيبه هادي، ها تزيد وتنقص النيميرو ديال الخيط اللي بغيتي، بغيتيه طويل، بغيتيه متوسط، بغيتيه قصير، يعني في الطول اللي غادي يخرج على البره ديال الثوب. وما تنسوش بان ملي تكون الحسكه ديال المقص حتى هي راه تاخد البره ديال 10 دراهم حتى هي زوينه، ولكن فيها غي هكا تتخرج غي قياس واحد، يعني ما تتبقيش تبدلي في الارقام. وياكم تخدموا الكريب بالبره الغليظه راه يتشرق لكم، خاصو ضروري تخدم بالبراق. ها نتوما شوفوا لاحظوا معايا هنا، مني الخيط ما تيبقاش مسروس وما تتبغيش تخدم، ما تتبغيش تخيط لداخل، يعني خاص الخيط ديما يكون مسروس حداه. ترجعي بحال هكا وتدخلي في البلاصه منين طلعتي، وتعاودي تمشي تسرحي الخيط او كل نهار نقول غنسجل فيديو والكحبة ما تفوتنيش. هانتي دابا ملي سرست الخيط عاد غيتخيطها، لاحظتو معايا؟ ان شاء الله ملي غادي نكملها في الخدمه
نوريكم الكولة باش ندهنها من الفوق، وكيفاش غنقطعها وكيفاش نصلحها. ايوا ها الجلابة ديالنا وجدات. عندي ندير لها الملاقي ديال العقيق في الجنابات، وباقي غادي ندخل عليها شي عقيق في هاد المربعات هادو. لاحظوا معايا بحال هاد الفرق هذا اللي بان لكم هنا عندي، باقي غادي نرجع نعمره. هي ما تبقوش تضربوا الخيط فوق الخيط، لحقيتوش البره غادي تحسكوا ليكم. ضربوا غير في الفراغات اللي تتحسوا بهم يبقاو ما مخدومينش. الا بقيتي تتكرري البره فوق الخيط اللي مخدوم راه غادي تحسكوا. انتي اصلا ماضيه من عند الراس. وحاولوا ايديكم اللي يكونوا لتحت، حاولوا كيفاش تخدموا الا تعود تقبلكم صبعانكم. شدوا بالخيط ديالنا لتحت مزيان ونقطعوا بحال هكا. ما نخليوش الخيط طويل بزاف في الإبرة، نجرو شوية بقى عاد القياس. عاد نمشيو للبارتية ديال المربع الثانية ونخدمو السطر الثاني.
نفس العملية نكرر هنا. انتقلنا لمربع آخر إن شاء الله. من غادي نكملها في الخدمة غادي نشارك معكم كيف ما قلت لكم الكولة اللي تستعمل باش تلصقها من الفوق، وإلى بلصق فوق منها الفيزلين، وكيفاش نقطعها، كيفاش نصلحها. كاع هاد المراحل غادي نشارككم معكم. انا الكريب راه ما تنجبدوش في المرمى باش ما تبرمش ليا الخدمه. هذه هي طريقتي في الخدمه كما تشوفوا. هالبارتي الثانيه خادمها، هذه لصقتها بالكولا وقطعتها. ان شاء الله ما يكمل هذه نشاركها معكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.